نصف النهائي، من سيعبر إلى نصف النهائي؟ الكل يعلم تماما بأن هناك الأمور معقدة للغاية من خلال هذه المجموعة. لا تعلم من سيتصدر المجموعة، لا تعلم من عن بطولة كأس عالم، لأنه الكل حاضر، الكل موجود، الكل يتواجد، والكل يملأ مدرجات الملاعب الحاضرة والموجودة في البصرة. خليجي 25 مختلف تماما. علي صباح هو حكم هذه المواجهة، يساعده أحمد صباح المساعد الأول، وحيدر العبيدي المساعد الثاني، مهند قاسم حكم رابع، ولدينا السيد رضوان. رضوان جيد. كيف تتأهل الإمارات وتنطلق إذن المواجهة العشرين منتخبات من الممكن أن تتصدر المجموعة؟ إلا الإمارات في هذه المجموعة لا يمكن، فقط هو المركز الثاني. هنا لدينا بداية الآن، تأتي همام في الجهة اليسرى، خطيرة للغاية لمصلحة العنابي. محمد إسماعيل، محمد يلعب، يعني فقط تفوز بفارق هدفين أنت على العنابي اليوم، هذا بالنسبة للإماراتي الأبيض الإماراتي، عليك أن تنتصر بفارق هدفين، بفارق إيش؟ هدفين على العنابي، بشرط، نعم، يعني ممكن أنت تفوز اليوم 5-6. أبيك وأبيك وأبيك، ويدوب كم أنت كم 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 4 دقائق، 4 دقائق، لكن استطاع المدرب أن يقرأ حاجة في المباراة. الله عشر نقلات موجودة بالنسبة للمنتخب الإماراتي. أنت الآن عليك أن تكون هادئاً، ها؟ يعني أمور سهلة، أمور عادية، الأمور ماخذها ببساطة، تحاول بالارتداد بسرعة عن طريق كايو. كان هيدو خطيرة للغاية، والكرة الأولى التي يتصدى من خلالها مشعل برشم، وكاد المنتخب الإماراتي أن يسجل أول الأهداف. كاد قريب جدا حارب عبد الله، وكاد أن يفعل ذلك لولا تدخل مشعل برشم في عملية التصدي في الكرة الماضية. هذا خالد الضرحاني، خالد الضرحاني يسقط في أرضية الميدان. سلامات، سلامات لخالد الضرحاني مدافع الشارجة الإماراتي، يسقط في أرضية الملعب ويتلقى الآن العلاج الطبيعي. أحد الأسماء المهمة جدا والتي كانت حاضرة ومتواجدة في كل المباريات الماضية للمنتخب الإماراتي. هذا السقوط، لكن كل الأمور واردة أن تحدث في كرة القدم، وجمال كرة القدم دائما بالمفاجآت. هنا لدينا كرة أمامية لكن تبعد، هناك راية، نعم راية وتسلل في الكرة الماضية، تعود الآن لمصلحة العنابي. هذا أحمد على واقع في أرضية الميدان لاعب الغرافة. سلامات، سلامات، هناك عملية التسلل التي كانت موجودة من يحيى الغساني، وهنا لدينا السقوط الذي يأتي من أحمد على سلامات. ما تشوف شريبة، أول مرة في عام 1972 في 17 من مارس بدأت نعم لقاءات المنتخبين الخليجية، وهي من أولى اللقاءات حقيقة التي جمعت الكرة الخليجية والتعارف الخليجي. وأول من سجل حقيقة يومها فازت الإمارات بهدف مقابل لا شيء، سجل سهيل سالم، سهيل سالم، نعم أول من سجل للإمارات في مرمى المنتخب القطري كان سهيل سالم في تلك البطولة في 2000 في عام 1972. لكن هذا إسماعيل عنده الكرة، إسماعيل جرب الكرة لكن الكرة قطعت، وبعد ذلك عادت إلى همام الأمين بشكل ممتاز في عملية التغطية. هنا الكرة علي أسد، يوسف عبد الرزاق إلى خالد منير في الجهة اليسرى. هذا خالد، هذا خالد عنده الكرة، يمرر إلى علي أسد. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا مرور، على هذه نقلة وهذه كرة، ولكن في النهاية الكرة تبعد من أمام عمرو السراج بعد أن تدخل خليفة الحمادي بشكل ممتاز. هنا صافرة وخطأ يأتي لكايو كانيدو. سلامات لعمرو السراج، سلامات لعمرو السراج في عملية المرور والتدخل في الكرة الماضية. لا مو هذه، يعني مو كرة كانيدو، نبي نشوف كرة عمرو. هذه كرة عمرو اللي كان من خلالها الإبعاد من خليفة الحمادي
من امام عمرو سراج وعمليه اعتقد في دعس، اعتقد كان في دعس على قدم تواجده، لكن اللقطه الاولى كان هناك ابعاد من خليفه الحمادي لكره عمرو سراج. هذه الكره الان في الجهه اليسرى، محاوله موجوده الى خارج ارضيه الميدان، هنا حارب ايضا هو الاخر يطالب بخطا ويتحدث مع حكم لقاء علي صباح، يتحدث معه بعد تدخل على الامارات. الوقت يمر سريعا على المنتخب الاماراتي، متى ساسجل هدفين وليس هدف واحد؟ انت بالمهم ان تسجل الاول لانه بعد ذلك الامور تصبح اسهل، الامور تصبح اسهل. هنا خطا ياتي الان لمصلحتهما، سلاماتهما، سلامات لاعب نادي الغرافه، لاعب نادي الغرافه وهو احد ثلاث اسماء بدات المباراه اليوم، هو احد ثلاث اسماء بدات المباراه اليوم من نادي الغرافه. سلامات لهمام، همام بدا، عندك عمرو سراج وعندك احمد علاء اللي غادر للاصابه بعد مرور ربع ساعه. وليد عباس، كره عادت من عبد الله رمضان، تحولت الى خالد عيسى في الجهه اليمنى، خليفه الحمادي، الضغط الموجود الان من يوسف عبد الرزاق، الكره الموجوده، هنا الخطر، هنا الخطر لانه التمرير في مناطق خطيره للغايه، والضغط الموجود الذي ياتي، لكن في النهايه، في النهايه وصلت الى خالد الطنحاني في الجهه اليسرى، يحاول المرور، تدخل موجود، ماجد اماميه سهله الى حارس المرمى مشعل برشم، الى مشعل برشم، كرة الى خارج ارضية الملعب، كرة الى خارج ارضية ما حدثت انه يعني الاربعة ممكن يتأهلون، الاربعة ممكن يكونون يعني حاضرين وموجودين، الاربعة انه اذا فازت اثنين بشرط البحرين تفوز على الكويت، هذا قد تحقق مؤقتا، والبحرين تتقدم الان على المنتخب الكويتي. هنا هذا تدخل وبطاقة صفراء تظهر على مايد، على ماجد راشد، على ماجد راشد، نعم هي البطاقة الصفراء، ولذلك الان المنتخبين سعيدين، المنتخبين يعني اي نعم الاثنين فرحانين بان البحرين قد تقدمت على الكويت، والبحرين بالعلامة الكاملة وربما يكون المنتخب الوحيد في هذه النسخة على مستوى دور المجموعات يأتي بالعلامة الكاملة، لكن إلى الآن، إلى الآن هكذا هي الظروف، أنا أتحدث عن الظروف دقيقة بدقيقة، ثانية بثانية، إلى الآن الأمر يأتي بهذا الشكل. وهذا ماجد راشد، ماجد راشد، بس خليني أتأكد، ثابتة موجودة على الطريق محمد وعد برجله اليسرى، يضع الكرة العالية خطيرة على مستوى القائم الثاني، ابعدت ولا زالت علي اسد يسدد، والكرة ابعدت من دفاعات المنتخب الاماراتي، وصلت خطيرة، والكرة والمطالبة من عمرو سراج، من عمرو سراج، لكن قام بالسلامة، قام بالسلامة، قام بالسلامة. الامر في اللقطة الماضية هذا اسماعيل يتدخل مع يحيى الغساني، اخذها في ظل النتائج، اربعة العنابي، ثلاثة الأزرق، ونقطة الإمارات، خلاص تسعة أربعة ثلاثة واحد، واضح من يتأهل، ما يبي لها كلام. غاية، برافو برافو طارق سلمان في عملية الإبعاد، محاولة إماراتية أخرى لكنها إلى الآن لا تصل إلى المرمى، وعلى اللاعبين أن يعلموا تماما بأن هناك البحرين تتقدم على الكويت بهدف مقابل لا شيء، وهو أمر يساعد المنتخبين، يريح المنتخبين، يعني حتى العنابي لو انه خسر ها بهدف مقابل لا شيء في ظل النتيجه اللي هناك اللي موجوده في جذع النخله يتاهل الى الدور الجاي، يتاهل الى الدور الجاي. واحد يقول لي شلون نورني، نورني يعني لا تخليني هايم، اقول له انا معاك، انا معاك، اصبر بس انت، البحرين تسع نقاط إلى الآن، إلى الآن أنت معايا، البحرين تسعة، العنابي ثلاثة، والأزرق ثلاثة أو أربعة في ظل النتائج، أربعة العنابي، ث
الثلاثة الأزرق ونقطة الإمتاج. احنا قاعد نقول محتاج هدفين ومحتاج يسجل يعني، وبعد ذلك عملية التأهل لربما تأتي. لكن إلى الآن كما ذكرت، ورغم أنه في ظل نتيجة البحرين والكويت بخسارة 1-1، حتى هذا الأمر يجعل العنابي يتأهل، لكن إلى الآن الأمور موجودة في أرضية الميدان. واحد يقول اللي عنده شيء، هذا الميدان إيش تقترب من مرمى خالد عيسى، كاد أن يفعلها ويسجل لولا تألق خالد عيسى في اللقطة الماضية. هذه أخطر كرات العنابي كانت من عمرو السراج، من عمرو السراج الأكثر وصولا إلى منطقة جزاء المنتخب الإماراتي. وصل في أكثر من مرة، سقط في أكثر من مرة، حاول سلمان، تحولت في الجهة اليسرى علي أسد همام في يا سلام على هذه الكرة، لكن القراءة الموجودة والكرة التي تتحول إلى رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة العنابي، لمصلحة العنابي. هكذا هو القرار، أو لا هو يطالب بأن تلعب بعيدا، ولا لا والله لمصلحة العنابي، لا لا غير قراره السيد علي صباح، لأنه أحيانا تأتي المساحات لكن ليس بتلك السرعة الموجودة التي تسمح باستغلال هذه المساحات الموجودة. هذا كايو عنده الكرة، كايو يحاول كايو، والإبعاد يأتي من همام الأمين. خطأ صافرة علي صباح بوجود خطأ على همام، التدخل الذي كان مع كايو في هذه اللقطة والسقوط الذي كان حاضرا متواجدا من خلال كايو. 4 دقائق على نهاية أحداثي في عملية التصدي في الكرة الماضية، آخر دقيقة من الشوط الأول، وهذه الكرة الرأسية الخطيرة والتي لا زالت في أحضان خالد عيسى، في أحضان خالد عيسى. حلوة، يا سلام، حلوة الروح، جميل الروح، هذا التدخل اللي كان حاضر وموجود، وخطأ يأتي لخالد عيسى، وبعد ذلك الأمور تسير بشكل ممتاز. مباراة في شوطها الأول، هذه الكرة الآن تلعب، وصلت إلى يوسف عبد الرزاق في الجهة اليمنى، يتدخل مع يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا مرور من يوسف عبد الرزاق، وبطاقة صفراء تظهر على خليفة الحمادي، هي البطاقة الصفراء الثانية في المباراة. شوف خليفة في لقاء الكويت تلقى بطاقة صفراء، اليوم أيضا يتلقى بطاقة صفراء، إذا ممكن أن يغيب لو تأهلت الإمارات، ما أدري. لكن نعم، عبد الله رمضان إلى حارسي المرمى خالد عيسى، يحاول من خلالها ينقلها في الجهة اليمنى لخليفة الحمادي. الضغط الموجود والكرة الطويلة رأسية همام الأمين وصلت إلى ديريما في المساحة بشكل ممتاز. يحيى الغساني، والتدخل الذي يأتي من همام الأمين، وهناك صخب جماهيري مطالبة لربما بركلة جزاء لمصلحة المنتخب الإماراتي. هذا خالد منير ينقل الكرة الأمامية، رأسية تحولت وصلت إلى عمرو السراج، يمر عمرو، لا زالت الكرة لدى عمرو، خطرة 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 خطرة. أوه يا يوسف عبد الرزاق، عملت كل شيء بالطريقة المثالية، كرة أو ياهي هجمة، نعم ياهي هجمة خطيرة جدا كانت. هنا البداية، تدخل اللي كان من همام، وبعد ذلك المرتدة التي بدأها. شوف هذه اللقطة وهذه الكرة التي يتدخل، هذا كايو، هو وليمة، لكن ما تحس بتلك الفروقات الكبيرة، يعني ما مو فارقين صراحة، مو فارق كايو وايد ولا ليمة، ممكن نعذر ليمة لأنه مثل ما ذكرنا يأتي من إصابة وعدم جاهزية، ممكن يحدث هذا الأمر. هنا لدينا إذن
الكرة الأخيرة والثواني الأخير السلبي ما بين المنتخبين. 0-0 كرة تلعب من مشعل برشر، ننتظر صافرة علي صباح، التدخل الموجود والكرة التي وصلت إلى عمرو السراج، نقلت الكرة الأمامية وسقوط يوسف عبد الرزاق والكرة التي تصل إلى خالد الطلحاني، أمامية طويلة رأسية، تدخل موجود، خطأ يأتي لمصلحة العنابي، هي بعيدة 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 يا وعد، نعم طالت 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 إلى خارج أرضية الملعب، وصافرة علي صباح تعلن نهاية أحداث شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي دون أهداف. خالد شكرا لضيوفك الكرام. إذا مشاهدينا الكرام، متابع برشام إسماعيل، محمد جاسم، جابر، طارق سلمان، همام الأمين، عاصم أدب، علي أسد، عمرو السراج، محمد وعد، ويوسف عبد الرزاق الذي أذكر بأنه قد دخل بديلا لأحمد علاء في شوط اللقاء الأول بسبب الإصابة في الربع ساعة الأولى. هكذا إذا تشكيلة العنابي، في حين أنه المنتخب الإماراتي أيضا هو الآخر، السيد رودولفو أروى بارينا يأتي بنفس الأسماء، خالد عيسى، أحمد جميل، خليفة الحماتي، وليد عباس، خالد الضلحاني، عبد الله رمضان، ماجد راشد، فابيو تيلي. ذلك تشعر بأن مع نهاية الشوط الأول أنه من يريد أن يسجل هدفين، من يريد أن يذهب بهذه المباراة وبأهداف المباراة هو العنابي وليس المنتخب الإماراتي الذي غاب كثيرا على المستوى الفني في شوط اللقاء الأول. هناك خليفة الحمادي، سلامات سلامات خليفة، سلامات لخليفة الحمادي الواقع في أرضية الميدان، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، 24 سنة يلعب مباراة 26 دوليا مع الكرة الإماراتية. سلامات، هنا التدخل الذي كان من خليفة وبعد ذلك السقوط، نعم سقوط على مستوى الركبة. المشكلة تدرون ايش؟ وهذه دائما اقولها، انه ما حد لمسه، انه ما حد لمس خليفة الحمادي. الهاشمي يكون حاضر موجود، ممكن احد الاسماء الموجودة، هذه هي، شوف شوف الركبة اليسرى الان، الركبة اليسرى ما شوف سقط ومن ثم حدث الامر. سلامات، نقلة موجودة من وعد الى طارق سلمان، طارق سلمان الى علي اسد، نقلات حاضرة متواجدة دائما، ما تلقى البناء بالنسبة للعنابي لأكثر من كرة لأكثر من لمسة، أمر لم نشاهده عادة ما كان، لأنه تغير المدرب، راح فيليكس سانشيز خيره، ها راح عملية الإبعاد، كرة خطيرة للغاية لمصلحة المنتخب الإماراتي والذي كاد أن يسجل أول أهداف المباراة، لكن برشم يتصدى مشعل للكرة الخطيرة الإماراتية في شوط اللقاء الثاني. يوسف عبد الرزاق عنده الكرة الآن، يتقدم، يحاول يمرر إلى عمرو السراج، هذه خطرة، لكن لا، ما مرت الكرة وعادت بعد ذلك إلى حارب عبد الله. هذا حارب، هذه خطرة، هذه كرة، هذه محاولة، هذه عرضية، لكنها تبعد الآن من الدفاعات القطرية، تعود من وعد إلى علي أسد. هذا علي عنده الكرة، يمرر في الجهة اليسرى عن طريق خالد منير، منير 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 الخطير، منير منير الخطير، يعيدها إلى علي. حارب بالخطورة، حارب بالعرضية، حارب إلى خارج أرضية الميدان. شوف شوف، أنا شفت الإمارة وتابعت الإمارة ومن دليل، لأنه ما هو بجاهز، واضح تماما عدم جاهزية موجودة بالنسبة لهنا المطالبة بركلة جزاء، هل هناك قرار سيء بين الأسماء ما بين اللاعبين، وبعد ذلك الكرة تتحول إلى ركلة زاوية لمصلحة العنابي. هذه اللقطة لا أعتقد، ما اصطدت في القدم واللاعب نازل خلاص، وبعد ذلك كانت لمسة اليد ربما حاضرة ولذلك لا يوجد فيها ركلة جزاء. هنا لدينا ركلة زاوية تلعب عالية خطيرة للغاية، أبعدت من خالد الضرحاني، عادت الآن تسديدة همام، تحولت بعد ذلك لعبد الله رمضان،
الخطا ياتي لمصلحه عبد الله في بطاقه صفراء لماجد راشد وبطاقه صفراء لخليف الحمادي. هذه هي اللقطه التي تدخل من خلالها اسماعيل محمد وصافره حكم المواجهه بوجود خطا لمصلحه المنتخب بلمسه اماميه بشكل ممتاز الى علي اسد. راح علي عنده الكره، علي يحاول علي والسقوط والخطا الذي ياتي لمصلحه ماجد راشد. لماجد راشد، عارفين اللي يسال لما تسمع عراقي يقول لك والله احنا محتاجين في العراق ملعب يتسع الى 100,000 متفرد. ما هي بجايه، ننتظر الاهداف. حتى الان تعادل سلبي ما بين المنتخبين. زين هناك اقول لك ايضا تعادل ايجابي. هذه ركنيه وبعدت من مشعل برشم، وصلت الى عبد الله رمضان يلعب الكره العرضيه تمر من الكل خطيره. وليد عباس، وليد عباس يطالب بركله جزاء الان بعد السقوط داخل منطقه الجزاء، داخل منطقه الجزاء. وليد عباس وحكم اللقاء علي الصباح ينتظر ان كان الفار سيتدخل بوجود ركله جزاء. رضوان جيد هو حكم الفار الموجود وهو الذي سيساعد علي صباح على هذه الكره. احنا راح نشوف الاعاده، راح نشوف الاعاده. بوسيبول 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 بلنتي، راح نشوف بوسيبول بنالتي، راح نشوف اذا كان في، لكن ما في، ما 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 جاء، ما جاءت الاعاده، ما جاءت الاعاده حتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظه ننتظر الاعاده. احنا نبي نشوف الاعاده ونعطي قرارا، وكذلك المشاهد العزيز يعطي قرارا ان كان هناك ركله جزاء لمصلحه المنتخب الاماراتي ام لا، ام لا. راح نشوف، راح نشوف، راح نشوف. الله اعلم، لا اعلم ايش اللي راح يصير، شو المساله، شو المشكله، شو الامر الى الان. ها قاعد يكلمون، قاعد يكلمون، خلوه يسمع، خلوه يسمع، يبي يسمع ايش يقولوا له. تعال شوف ولا ما في شيء. شكله بيروح يشوف، بيروح يشوف، بيروح يشوف علي صباح، علي صباح بيروح يشوف الآن إن كان هناك ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الإماراتي في اللقطة اللي تدخل من خلال، اللي تم التدخل من خلالها على وليد عباس. هذه الكرة، هذه الكرة، هذه اللقطة، هذه اللقطة، هذه اللقطة، هذه اللقطة. هل كان في لمس؟ هل كان في لمس هنا؟ هذه تبين أكثر، تبين أكثر، تبين أكثر، تبين أكثر، تبين أكثر. هذه تبين، هذه تبين. لا، في وحدة على الجنب، على الجنب تبين لك أكثر إن كان في لمس أو لم يكن. حالة صعبة، إي والله حالة صعبة جدا 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 جدا، حالة صعبة. ايوه هذه 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 هذه، وين 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 وين، ايوه هذه هذه هذه، ايوه هذه هذه. اوضح صورة لك ان تأتي بقرار. قال لهم كبروا لي اياها، هل فيها لمس ولا لا يا جماعة؟ ها فيها لمس ولا؟ القرار عند علي صباح. والله صعبة، يعني واحد يبي يسالني يقول لي انت ايش رايك؟ اقول له والله صعبه. لو واضحه قلت لك رايي، لو كانت واضحه قلت لك رايي، قلت لك رايي، لكن صعبه. وهذه اوضح صوره لها، والقرار عند علي صباح. يعني لا تخاف اني لا 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 لا، لكن انا اقول لك هي صعبه جدا. وعمليه سقوط وليد عباس دي يعني كان فيها وايد ديلي، لانه من هنا يجب ان تكون العرقله. هو سدد وبعد ذلك سقط، عرفت شلون؟ ولذلك صعبه. حسبها، نعم، ركله جزاء الان تاتي، ركله جزاء تحتسب لمصلحه المنتخب الاماراتي
بعد إعاقة وليد عباس ذهب إلى الفار علي صباح، ذهب إلى الفار علي صباح، ويأتي الآن الأمر بوجود ركلة جزاء لمصلحتي. لكن خلينا مع الكرة، خلينا مع ركلة الجزاء. كايو كانيدو ومشعل برشم، كايو كانيدو ومشعل برشم، كايو كايو يضيعها، كايو أضاعها كايو، والكرة إلى خارج أرضية الميدان. نعم يضيعها كايو كانيدو، يا كايو يا كايو كانيدو تشتعل. إلا وأن يضع، أي والله إلا أن يضع، يعني عشر دقائق وفما فوق، عشر دقائق كوقت محتسب بدل ضايع. أعتقد في ظل ما قاعد يصير، ليش تقول هذا الكلام يا خالد؟ أقول لك تذكر معاي إصابة خليفة الحمادي، واحد صح ولا لا؟ تقول لي إيه والله صح. أقول لك التغيير اللي قام فيه العنابي قائم الأيسر، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان. لم يستغل الإمارات ذلك، لم يستغل كايو. جيل كايو في ظل تعادل البحرين والكويت، البحرين والكويت هما من يذهبان إلى نصف النهائي. في ظل لو سجلها كايو مبدئيا راح يكون الأمر كالتالي، لو سجلها، ولو يعني خلاص ما في، لو ضاعت خلاص انت الأمر. أنا أقول لك لو تتقدم مثلا، يتقدم المنتخب الإماراتي بهدف مقابل، تقول لي إيه والله صح. بعدين أقول لك الذهاب إلى الفار، تقول لي تعال وايد خذ وقت. بعدين أقول لك سقوط مشعل برشم، تقول لي تعال هذا بعد يضاف ولسه باقي لنا 20 دقيقة وما ندري إيش راح يصير. هذه الكرة الآن وصلت، سقوط في أرضية الملعب، خطأ لمصلحة الإمارات. هذه الكرة الآن عالية خطيرة، ومشعل برشم في عملية الإبعاد، علي أسد معاه حارب، برافو حارب، برافو حارب، يقدم مباراة كبيرة جدا لمصلحة المنتخب الإماراتي. لدينا نهاية أحداث هذه المواجهة ما بين العنابي وما بين الأبيض الإماراتي. هذه الكرة الآن تحولت لعبد الله رمضان، استلام موجود يأتي من خالد الضرحاني إلى كايو كانيدو في الجهة، أوه ماركايو خطيرة ليما، الله نعم 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 نعم، يسجل ليما، يفعلها ديليما، يفعلها فابيو ديليما، ويمكن أن تضيف هدف آخر لكي تتأهل. إلى الآن المنتخبين اللي أمامنا خارج كأس الخليج العربي، المنتخبين اللي أمامنا خارج خليج 25 بهذه النتيجة، بهذه النتيجة اللي الوقت كثير حاضر وموجود لسه لسه لسه. هذه لدينا كرة الآن تلعب عالية وأمامية، وصلت إلى ديليما يلعب الكرة العرضية، والتدخل والسقوط والمطالبة، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. يا وليد عباس، يا وليد عباس، يا وليد عباس، هذه اللقطة والكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. هذه اللقطة اللي عمرو سراج، علي أسد، عاصم مدبو، نقلات جميلة موجودة في الجهة لما خطرة 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 للعنابي، لا زالت خطيرة، والكرة التي يتصدى لها خالد عيسى، خالد عيسى يتصدى لكرة علي أسد، وسقوط أحمد جميل في أرضية الملعب، في أرضية الملعب. هذه كرة أخرى وصلت إلى أرضية الملعب، لدينا ركلة زاوية تلعب على مستوى القائم الثاني
أبعدت رأسية تميم، اللاعب الذي يمتلك طول قامة بشكل ممتاز. تحولت الآن في الجهة اليمنى، هذا هاشم علي يتقدم. هاشم علي، خمس دقائق، هدف يعيدك إلى البطولة، هدف يضعك في منتصف في نصف النهائي. هدف 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 هدف، لكن هذه الكرة مرت وعبرت وأبعدت من ما عند الكرة بلمسة سليمة تماما، عادت من هاشم وصلت إلى علي أسد، تحولت بعد ذلك إلى عاصم، يتدخل عاصم. الخطأ الموجود لمصلحة ماجد راشد لشوط اللقاء الثاني. هذه لدينا الآن كرة تلعب رأسية في منتصف ملعب اللقاء، وصلت الآن عن طريق عاصم، مررت هاشم إلى علي أسد، علي أسد يمرر إلى همام، همام في الجهة اليسرى، همام لديه الكرة، همام يبحث يلعبها، يا سلام! الله! منصور مفتاح! منصور مفتاح! يعود مرة أخرى إلى الأمجاد! جنون! واللي جننها خليجي 25! اللي جننها خليجي 25! 1-1 في الميناء، 1-1 في جذع النخلة، في جذع النخلة 1-1. لكن خلني مع هذه الكرة الآن التي تلعب، والمحاولة من فابيو تليمة، أحمد فاضل إلى تميم، راح تميم، منصور مفتاح عنده الكرة، يسقط في أرضية الميدان. أبوك بديت، أبوك هذا، أبوك سجل في خليج أربعة في عام 1976، نعم، عندما فازت قطر في خليج أربعة على الإمارات 3-1، أول هدف سجله أبوك منصور مفتاح. زين، رحنا خليجي خمسة، قطر فازت 1-0، مين اللي سجله؟ أبوك. أضيف حكم اللقاء، هذا اللي قلته، نعم، ولا تستغرب من هذا الأمر، لا تستغرب، طبيعية جدا. العشر دقائق التي يضيفها حكم لقاء علي صباح، والتعادل 1-1، والتعادل 1-1. هذه الكرة الآن تلعب، الكرة الموجودة، الكرة التي تلعب الآن، والمحاولة التي تظهر لدينا، والسقوط يأتي من تميم منصور مفتاح. شوف هذه كاس الخليج، شوف أبوه وين لعب في عام، يعيد تاريخا جميلا قطريا، وللكرة الخليجية كذلك. أبناء النجوم الأساطير ترى يعنون لنا كثير، لأنه شكلوا خريطتنا الكروية خليجيا، نعم، شكلوا خريطتنا الكروية. منصور من قطر، سيف الحجري، تكلم عن سهيل سالم اللي ذكرت مسجل له واحد، وإضافة على الـ 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 باقي خمس من الوقت المحتسب، بدل ضايع، باقي خمس في هذه المواجهة. هنا لدينا كرة في الجهة اليمنى، علي صالح، لكن همام يتدخل، والكرة عند عاصم البحرين عمان في نصف النهائي، ولدينا النصف النهائي الآخر الذي حتى اللحظة في خليجي 25، 30 هدف في خليجي 25 من 12 مباراة. هذه لدينا الآن كرة، محاولة موجودة، والتدخل، والكرة إلى همام الأمين، يلعب الكرة الأمامية، وصلت، سقوط يأتي. تميم حرك، غير وأعطى سرعة وقوة في خط المقدمة. برافو اللي جابك في كأس الخليج، برافو اللي خذ اسمك وحطاه، انت عمرو سراج، ها اللي حط، انت تفوز وغيرك يصعد. هذا ما سوف يحدث لو الامارات سجلت هدفا اخر، لكن الى الان التعادل 1-1، والعنابي والاحمر البحريني الى الدور القادم من هذه المواجهه. دام تميم موجود ودام تميم حاضر ويسجل اول اهدافه مع العنابي الاول
أول أهدافه. إذا مبروك، ألف 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 مبروك العنابي إلى نصف النهائي، وحظ أوفر. نعم، حظ أوفر للمنتخب الإماراتي الذي قدم نفسه بشكل جيد في هذه المواجهة، لكن مبروك 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 البحرين وقطر إلى نصف النهائي بمعية العراق وعمان. هكذا كان هذا المشهد، وكان